خلي احكي لك بصراحه، الناس في اقليم كردستان ملت من الاحزاب الحاكمه، تريد تجديد. يقول لك الحزبين الحاكمين في اقليم كردستان لم يقدموا الشيء الجديد لاقليم كردستان، لم يستطيعوا ان يتحدوا ويجلسوا على طاوله حوار واحد حتى يجيبون حقوقنا من بغداد. احكي لك يا بمنتهى الصراحه وبتجرد، هذه النقطة يعني الخلافات داخل الأحزاب الكردية وخاصة والاتحاد والديمقراطية، هذه النقطة نعم أتفق معها، يعني أضعفت الموقف الكردي، يعني حتى في التفاوض مع الأخوة في بغداد في الملفات ذات البحث الوطني أو المتعلقة بحقوق الشعب الكردي، ولكن لا تزال ست فرح يعني هنا بعيدا عن العاطفة أو الانتماء الحزبي، لا يزال لا يوجد بديل لأحزاب يعني خاصة الاتحاد ونقول الديمقراطية. يعني على سبيل المثال الاتحاد في فترات يعني ظهرت بعض العناصر، يعني حدثت مشاكل، انشقاقات، ظهور احزاب بديله، لذلك الان جماهير شعب كردستان تدرك يعني في مناطق نفوذ الاتحاد الوطني الكردستاني او في خارطه الاحزاب الكرديه بانه ليس هناك بديل للاتحاد الوطني الكردستاني سوى الاتحاد الوطني الكردستاني. الاتحاد الان يقوم بعمليه مصالحه جماهيره، هناك خطاب سياسي جديد، هناك قياده موحده جديده برئاسه الرئيس الحزب السيد باب الجلال الطلباني، لذلك لا يوجد بديل، يعني لذلك ربما السياسه الافضل هي تجديد الثقه بالاحزاب، وخاصه الاتحاد يعول على هذه الانتخابات، وكل المؤشرات تشير بان هناك زياده في مقاعد الاتحاد الوطني الكردستاني واستعاده التوازن في اقليم كردستان وتصحيح مسار الحكم في الاقليم، لذلك ربما هذا هو الحل. حتى هذه اللحظه لو تحدثنا، وهذا يعني مقالات ودراسات منشوره في مراكز ابحاث دوليه، المعارضه السياسيه في اقليم كردستان ليست قويه، يعني في 2009 كانت لدينا حركه التغيير حققت 25 مقعد من اصل 100 ولكنها تراجعت، والان في اخر انتخابات للبرلمان العراقي لم تحصل على مقعد طيب. واحد. استاذ يعني هذه يعني على سبيل المثال الجيل الجديد والاحزاب الاخرى لم تستطع ان تكون بديل للاحزاب، خاصه احزاب السلطه، هنا اقصد الاتحاد والديمقراطيه، لذلك هذه المعادله موجوده. وفي هذه الانتخابات ايضا اتوقع يعني الاتحاد الوطني الكردستاني سيحقق زياده في مقاعده، الديمقراطي ايضا سيحقق نتائج ولكن نتائج تنخفض عن عام 2018، لان موضوع الكوتا كانت تشتغل سابقا 11 مقعد من قبل الديمقراطي، الان اصبح عنصر التنافس موجود وهذه المقاعد لن يتم استغلالها من قبل طرف سياسي واحد وهو الحزب الديمقراطي الكردستاني.